هنروح للاخبار المحليه زي ما اتكلمنا عن البطوله العربيه لكره السله اللي بينظمها نادي الاتحاد السكندري. لازم نتكلم عن نادي الاتحاد السكندري منظم البطوله. نادي الاتحاد السكندري عمل مسحه لعيبته كلها طلعت سلبيه استعدادا للسفر لصربيا. نادي الاتحاد السكندري عمل معسكر في صربيا بقياده المدير الفني الكابتن احمد مرعي، وهيعمل مسحه طبيه النهارده زي ما قلت لحضراتكم عشان السفر لصربيا. هيلعبوا 4 ماتشات هناك. نادي الاتحاد هيقعد 10 ماتشات هناك. ولازم نقول لحضراتكم نادي الاتحاد استعان في البطوله دي باثنين محترفين، امريكي جوش بوستيك ونيوزيلندي ويستر نادي. والاتحاد طبعا حامل لقب البطوله دي في اخر نسختين ليها. اكيد طبعا هيبقى المنافسه شرسه في جمهور او حضور عدم حضور جمهور. ده موضوع بيرجع طبعا اكيد للصاله، للناحيه الامنيه، للناحيه الصحيه. كل ده ما نعرفش ايه اللي هيتم، ولكن انا اللي اعرفه ان في فرق قويه جدا جايه، تقريبا 16 فرقه او 15 فرقه عربيه جايين، جاي من لبنان، جاي من قطر، جاي من السعوديه، جاي فرق جاي من المغرب، جاي فرق كتير، 20 فريق كمان. فريق الاعداد بيبلغني 20 فريق جايين، كل فريق معاه 2 اجانب. بص انا بقول لكم البطوله دي ساعات بتبقى اقوى من بطوله افريقيا، مش ساعات ده دايما. انا لعبت دي ولعبت دي، بطوله افريقيا بطوله عربيه اوقات كتيره جدا بتبقى اقوى من افريقيا، وبتبقى ملتهبه جدا لو اتعملت في لبنان او في مصر. لو اتعملت في الاثنين بتبقى ملتهبه وقويه وحماسيه وجماهيريه. فالبطوله دي الحقيقه يعني استعداد جيد. النادي الاهلي بيلعب بطوله القاهره، نادي الاتحاد يعني كل فرقه وكل نادي بيستعد بطريقته وبامكانياته. يعني خلي بالك احنا دلوقتي عندنا لعيبه رجعت من المنتخب خدت 10 ايام راحه، ما كانش ينفع ابدا مثلا نخش على ماتشات جامده. اللعيبه محتاجه تريح، اللعيبه لو ما ريحتش هتلاقي اصابات غريبه في وسط الموسم. فالرباعي بتاعنا كان محتاج يريح لعيبنا من الناشئين. يعني كل فرقه بتستعد بالشكل اللي هي شايفاه.